فاندبر اللعب سبع راوند فانت راح نعرف ان خلصنا راوند لما يكون عندنا سبع بيلدينجز غير البيلدينج الستارت. اوكي كل راوند في 5 فيز. اول فيز هو كونستراكشن فيز، ثاني فيز جروث فيز، ذا سيلر فيز، ذا اكشن فيز، ديسكفري. طبعا كونستراكشن جروث وسالري حلو نقدر نسويهم از ون اكشن مع بعض لانه وايد سهلين ستريت فورد حلو. بس لازم تحتاج اكسبرت نفسك. الاكشن فيز عندك كذا اكشن او نقول هذا كم خمسة اكشن خمسة اكشن 5 اكشن او 6 اكشن سهيل. الاكشنز على البيلدينج موجودين فانت كثر ما تبني حلو راح تحصل اكشن مختلف مكان عليه دائره. شنو؟ مكان عليه دائره من المباني طبعا في مباني تعطيك بس بنفت، في مباني تعطيك بنفت تعطيك اكشن. فانت عندك هذا ليفل 1 حلو من كل واحد اربعه هني ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4 ليفل 5. شلون نبني؟ حق كل تراك عندك اندستري تراك حلو الاندستري تراك تحته يعني لو تشوف فوق 0 1 تحت رقم واحد فانت تقدر تبني ليفل 1 بعدين من دش 2 3 تقدر تبني ليفل 2 3 4 و 5 هاك. اوكي اللي تحته سكلتشر ماشي كلتشر كلتشر على البوبيليشن انكم على البوبيليشن بالضبط. فهذا يخليه انه يكون يزيد عدد البوبيليشن مال فالبوبيليشن يكون وايد اتراكتف حق السوسايتي اللي انت قاعد تبني. اللي تحته your money or income. هني لما تشوف واحد ولا اثنين ولا ثلاثة انت وانس انك تحط الورك فوق في هاربر وفي البيلدينج وانس تحط الورك فوق يسوي الاكشن. بعد ما يسوي الاكشن عشان ترد على الهاربر حلو لازم تدفع فلوس او عملة اجار مال فيعتمد على الفراش هذا كم واحد كم عامل فيه ماشي. بعدين هي حق المال الفراش هذا بس ها الهاندلم. اوكي الهاندلم هو اللي يحسب لك كم كرت او كم كرت يكون بالقبضه عندك من الحكومه مالك حلو. في الفري سلوت هذا فري سلوت اي هذا ما يحسب لك بس هذا اذا كان مو مستخدمه انت انت ذا جيم يعطيك فري فلوس. اي شيء مكشوف في العلامه هذه هذه جلور شلون ما استخدمها يعني ما تقدر تستخدم الفري سلوت تستخدم عادي اه انت تستخدمها من غير الفري بالضبط حلو. هذه تنحسب فري سلوت ليش؟ لانه ما تدخل بالهاند ليمت مره ثانيه. اوكي انا لما اخذ كيف اقدر احطهني اقول ما بيحطهني بالضبط اند ذا جيم هذا يحسب لك اي جلور مكتوب يعني مكشوف كذي ينحسب على الجلور. هاي شغله. الشغله الثانيه الجلوري بعد اللي تاخذه اي 3 هارب 3 وركر عندك في الهاربر هذا عندك في الجيم وورث 1 بي. الاكشنز كيف الاكشنز عندك اول اكشن اللي هو الشيب حلو. فالشيب هذا يخليك انك تروح انت حق كلوز اريا ماشي طبعا عن طريق الفليت تراك هذا يسمونه فليت تراك حلو. وهني يسمونه فليت سبيس فليت سبيس هذا فليت سبيس هذا الاوفنسيف. اوكي فعندنا فليت تراك عندنا فليت سبيس عندنا الاوفنسيف. الاوفنسيف تقدر تحط انليمتد نمبر اوف فليت. ليش؟ عشان يكون عندك بريزنس. شنو فائده البريزنس بالنهايه؟ اذا كمل الفليت تراك حلو صح تاخذ الكرت هذا اللي يسمونه الجفرمنت كارد مال المنطقه هذا نفسه. هذا يعطيك البنك اللي هي بقعاد اذا واحد كذلك بنهايه الجيم فيكتوري بوينت. الشيبنج تراك هو اللي نهي تبلش تلقى اي لما تدخل هني خلاص تكون هذه اوبن اريا ماشي. الاوبن اريا اللي من البدايه تكون اوبن اريا اللي هي الاورب هني عشان يكون عندك بريزنس تقدر تحط الاوبن سي ماشي. بس تقدر تحط الاوبن سي على طول ولا لازم لا
الـ open sea لازم يكون open region. أي action حتى لو fleet space لازم يكون open region. open region لما يكمل. أوكي. طبعاً الكارت هني نوخذ شو؟ منو أكثر واحد بالطراح؟ حلو؟ ياخذ الـ yes. وطبعاً السهم هني يعني تبلش هني. تبلش هني. طبعاً لما تبلش هني. تأخذ هذه وتحط واحدة من الفليت ملوس. حلو؟ تأخذ هذا تخليه ترفع. ماشي؟ هذا هو الأكشن اللي هو الشيب. معانا بلين. الأكشن الثاني. حلو؟ أوكيباي. أوكيباي أساس حل تستحل الدول اللي داخل. بس لازم يكونون أن أوكيباي. ماشي؟ ولازم يكونون أوبن ريد. نفس أوروبا. لما تسوي occupation حق منطقة تسوي حق الثانية في لينك بين اللينك هذا تاكي ماشي؟ occupy حق هذيلة اللي عليهم صور أيوة اللي عليهم بلد يمكن أقول occupy لهذيلة لازم على اللينكس يعتبرون اللينكس ولازم once you occupy أو تسوي أي شيء لازم يكون عندك presence شلون البريزنس؟ لا سواء طبعا اوروبا ما لها بريزنس كلنا اوريدي عندنا بريزنس حلو فشلون تسوي بريزنس سواء بالاوبن اريا اذا ما لحقت على الفليت تراك حلو او اي احد يحط هنا يصير اوبن حق الكل لا لازم يكتمل اذا اكتمل كله يصير اوبن حق الكل حق اوبن اذا انت حطيت وحده هني اتس اوبن لازم يكتمل لازم يكتمل اتس بريزنس اذا ما قدرت تحط لك اي مكان هني تقدر تستخدم هذا اي واحد فينا يقدر يحط هذا المكان اوكي انا باي حتى لو عندك واحده هني بريزنس لا تقدر تبلش تسحب ثاني اذا كان مفتوح الاتاك اكشن اول شيء تسويه بالاتاك اكشن يدسكارد وان كارد وان وركر فروم يور هاربر تو ذا ستوك بعدين كاجوال بعدين تحط الوركر مالك على الاكشن او انت اوريدي حطيته على الاكشن مال الاتاك تشيل هاربر تشيل وركر ثاني وتحطه على مكان تبي تسوي الاتاك الشخص اللي كان موجود يشيل الورك ماله ويحطه بالسبلاي اوكي طبعا لازم تحتاج بريزنس بيمنت حلو في اكشنات طبعا احنا قلنا الفيزز اللي هو كونستراكشن جروث سيلر بعض الاكشنات تخليك شو تسوي؟ ان البي تدفع فلوس حلو برا الاكشن مال السالري هو شلون تجيب الوركر من السالري بي في مباني عليها نفس السمبل هذا ان بهذا الاكشن ما تقدر تستخدمه هني على هالمبنى وما تقدر تطلع الوركر بالبيمنت الا اذا في الطريقه الوحيده اللي تطلع الوركر منها بالسالري اوكي سالري فيز ولا يو تيك ان اكشن تو باي لا اذا انت يو تيك اكشن تو باي فرضا هذا حلو تقدر ريد وركرز تقدر تطلب بس في مباني عليها علامه انه ممنوع ما تقدر خصوصا ليفل 5 ماشي بعدين عندنا الدرو درو اكشن هو هذا حلو هذا درو اكشن شو يسوي؟ يخليك تسحب واحد من الكروت اللي عندك بوكس اي يخليك تسحب واحد من الكروت اللي عندك لكن لازم يكون اي الريجن هني لازم ما تكون اوف عادي ما تكون اوف عشان تسوي بوك لازم يكون عندك بوزيت كله حلو بالنهاية لازم يكون عندك الدرو ليميت مالك اللي هو الفاليو اوكي عشان تسحب لازم يكون عندك ديسك ايكوال تو الرقم اللي انت بتسحبه صح ايكوال اوركسي يعني مثلا الرقم كم هني؟ اول واحد تاع واحد لازم يكون عندك واحد بس على الاقل واحد هني تبدا من صفر اوكي بس بعدين هذا سليفري ان اندفر تعرف السليفري اي اي بعدين عندنا اخر فيس اللي هو الديسكارد فيس الديسكارد فيس شنو تشوف؟ شوف عندك الهاند ليمت حلو وتسوي ديسكارد بيس على الهاند والجفرمنت بيس هذا فري الجفرمنت فري اند اوف ذا جيم اذا ما حطيت هذا راح يطلع نايت ليك